نقلت شبكه سي ان ان الامريكيه عن مسؤول امريكي رفيع ان مسؤولين امريكيين طمانوا وفدا من قبار المسؤولين الاسرائيليين زار واشنطن هذا الاسبوع طمانوهم بان الاداره الامريكيه مستعده تماما لدعم اسرائيل اذا اندلعت حرب شامله مع حزب الله في لبنان الا انها لن تنشر قوات على هذه الارض في هذه الحاله واوضحت لسي ان 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 الاجتماع بين المسؤولين الاسرائيليين والامريكيين ومن بينهم وزير الخارجيه انتوني بلينكن تطرق الى عده ملفات كوقف اطلاق النار في غزه ومفاوضات اطلاق سراح الاسرى لدى حماس ومساله التوتر مع ايران وعند مناقشه مساله حزب الله ذكرت الشبكه الامريكيه ان المسؤولين الامريكيين شددوا على ان واشنطن ستقدم المساعدة الامنية التي تحتاجها اسرائيل. وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمرة الثانية علي التوالي علي هذا الفيديو الذي ظهر فيه مؤخرا منتقدا تأخر الولايات المتحدة في تسليم بلاده اسلحة وقال نتنياهو في محاولة للدفاع عن تصريحاته إنه حاول حل المشكلة خلف الأبواب الموصدة لعدة أشهر من دون جدوى موضحا في مقابلة صحفية أنه شعر أن بث الفيديو كان ضروريا للغاية بعد أشهر من نقاشات لم تحل المشكلة ولم تصل إلى نتيجة قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل القيادي في الجماعة الإسلامية أيمن غطمة في استهداف السيارة بالبقاع الغربي بلبنان وأضاف أن المستهدف مسؤول عن إمداد حماس والجماعة الإسلامية بلبنان بالسلاح أبلغت وزيرة الخارجية الكندية نظيرها الإسرائيلي أن بلادها تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم وأربعون ألف مواطن من لبنان تخوفا من اندلاع حرب بسبب أو بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية وأضافت أن كندا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في عملية إجلاء المواطنين الكنديين وسط مخاوف من تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود مع لبنان وما ولم يتضح ما إذا كان تم وضع خطط مماثلة لحوالي 35 ألف مواطن كندي يعيشون في إسرائيل